الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مع بعض محاضرة السباينال تروما، الإصابات اللي بتحصل في السباينال كورد. مبدئيا عايزك تبقى عارف إن الإصابات ليها انسيدنس على حسب الأشهر اللي احنا بنشوفه. السيرفايكال هي الأشهر على الإطلاق، ودي الأصعب على الإطلاق 50%، بعدها سوراكو لومبر 25%، سوراسيك 15%، لومبر بس 10%. أحيانا بيبقى معاها مع السباين فراكشر، يعني معاها سباين فراكشر also. السيرفايكال 40، الثوراسيك 10. اعرف لي بس الانسيدنس بتاع اللي فوق دول، مش محتاج اكتر من كده منك، واعرف لي يعني اتليست ان السيرفايكال سباين اشهرهم بنسبه 50%. كلينيكال بريزنتيشن هي بتختلف على حسب المنطقه بتاعت الاصابه، لكن عندنا حاجات دايما بيكون معاها altered consciousness، ده اللي شرحتها لك في الهيد انجري عن طريق جلاسكو كوما سكور، وده لما يكون معاها هيد انجري. احيانا بيبقى فيها سيستميك انجري لان الاصابه بتبقى كبيره، وده بتنسبه 30%. طبعا بيبقى فيه بين، والبين ده بيبقى في السباين وراديكولر بيسمع في حواليه. النيورولوجيكال ديفيسيت هتختلف من اصابه للتانيه، بس بتبقى في شكل موتور ويكنس سواء كانت ابر موتور او لور موتور، سنسوري امبيرمنت ان في احاسيس معينه فقدت، او اسفنكتيريك ديستربنس اللي هي بمعنى اصح مشاكل في اليورينري تراكت والباول اللي هو مشاكل في اليورينيشن والديفيكيشن، مش عايز فيها حاجات تانية. كلام جميل خالص. طبعا كل ما كانت الاصابه تحت كل ما كانت احسن، يعني احسن في البروجنوز بتاعها، بمعنى ان لو ده مثلا السباينال كورد، ادي السباينال كورد بيوصل معاك في الاخر. الإصابة لما بتكون فوق فهي بتصيب نيرفس كتير نازلة من الأبر موتور نيورون، فكده كل اللي تحت ده بيتضرب. إنما لو كانت الإصابة تحت بس فدي هتصيب كام نيرف كده خارجين من المنطقة دي وخلاص. فكل ما كانت الإصابة تحت كل ما كان البروجنوزس والمانيفستيشن بتاعتها أقل. طيب مش محتاج حاجة أكتر من كده، دي ايه ما تشغلش بالك بيها. ماشي. المهم قوي في المحاضره دي حاجه اسمها السباينال كورد سندروم. طيب عشان تبقى فاهم ايه فكره السباينال كورد سندروم، ده سباينال كورد اهو. انت عندك ممكن يحصل كومبليت ترانزكشن للسباينال كورد، ان الحبل الشوكي كله اتقطع، فده فصل الجزء اللي فوق عن الجزء اللي تحت، ده سميه كومبليت ترانزكشن اوف ذا سباينال كورد. طيب في إصابة تانية بسميها anterior cord syndrome، إن الجزء الأمامي ده بس اللي بيتصاب. ماشي. في إصابة تالتة أسميها posterior cord syndrome، الجزء الخلفي بس اللي اتصاب. كلام جميل. في إصابة تالتة hemisection، إن نص السباينال كورد بس اللي اتصاب. ده كلام جميل. فأنا عايزك تبقى فاهم بس العناوين علشان لما نبدأ نتكلم. نبدأ بأول واحدة اللي هي الكومبليت كورد سندروم. طيب تعالى عشان تبقى فاهم اللي حصل، ادي سباينال كورد وادي فقره وفقره، وادي السباينال كورد نازل ما بينهم. حصل ايه؟ واحد اتقطع السباينال كورد تماما ما بين الناحيتين دول، كان من فوق نازل لي ابر موتور نيرون اتقطع وخلاص ما عادوش موجودين لتحت، فبيحصل كل الحركه اسفل الليفل ده بيلو ذس ليفل بتفقد وظيفتها. كومبليت باراليسيس، كومبليت باراليسيس، شلل تام اسفل الاصابه دي. يعني اي نيرف هيخرج من هنا عشان يحرك اي عضله هيحصل فيه برالس. برالس ده في الاول بيبقى فلاسيد، يعني رخوي، ايديه رخويه، بس مع الوقت بيبقى سباستيك. سباستيك يعني ايه؟ متخشب. كلام جميل، دي مهمه جدا 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 تحفظها لي. وبندخله في ديفرنشال دايجنوز من الهيموراجيك شوك، لان طبعا بيدخل في نيورولوجيكال شوك وكلام شحاتين، مش عايز فيها اكتر من كده. اللاترال كورد سيندروم او البراون سيكورد اللي هي كانت هيمي سيكشن، هيمي سيكشن اللي انا رسمتها لك اللي هي بالمنظر ده، انا مرسمها لك تاني. ادي لو دي الفقره انا قطعت نص الفقره. طيب انا قطعت نص الفقره بقى النص التاني شغال، بس في حاجات برضه هتفقد. ركز معايا، الموتور اللي خارج من الناحيه دي رايح الناحيه دي كله اتضرب. شكرا. فدي بسميها ابسي لاترال ابر موتور نيورون ويكنس، وكل الرفلكسات اتضربت. ايه تاني اللي حصل؟ السنسيشن اللي داخله من هنا اللي هي تحديدا الديب سنسيشن زي البروبريسبشن وما الى ذلك اتضربت،
دي اسميها اي بي سي لاترال ابسي لاترال، يعني في نفس الاتجاه، ابسي لاترال امبيرمنت اوف ذا ديب سنسيشن. طيب في احاسيس سوبرفيشال بتبقى جايه من هنا بس بتطلع في المنطقه دي، يعني هي بتيجي من الناحيه الثانيه من الكونترا لاترال وتعدي وتطلع تعمل كروسنج للحته دي. طب ما كده اتضربت هي كمان، اسميها كونترا لاترال امبيرمنت للسوبرفيشال سنسيشن. كلام جميل خالص. دي البراون سيكورد، ده منظر البراون سيكورد. السنترال كورد سندروم، الحته اللي في منتصف الحبل الشوكي هي اللي اتضربت، سنترال كورد المنطقه اللي في النص هي اللي اتضربت. طب ايه اللي بيحصل؟ احفظها لي بس جاست، مش عايز فيها اكتر من كده. حاجه اسمها ديسوسيشن سنسوري لوس، ديسوسيشن سنسوري لوس، لان في احاسيس بتتضرب اللي هي معديه من الناحيتين. ابر موتور لو حصل لها لاترال اكستنشن جت كده شويه يعني الاصابه، فجابت لي الابر موتور نيورون، فبيحصل ابر موتور نيورون ليجن. طب لو حصل لها دورزال اكستنشن لورا بيحصل افكت للديب سنسيشن. انت ما انت بقيت شاطر بقى وفهمت الفكره. ادي السباينال كورد، والله ضربت اللي ورا كده انا هضرب ديب سنسيشن، ضربت اللي بيكروس كده انا ضربت السوبرفيشال سنسيشن، ضربت اللي قدام كده انا ضربت الموتور بتاعي. طيب دي شكل السنترال كورد سندروم. انتيريور كورد هما كلمتين بتجيب لك ابر موتور نيورون ويكنس، سوبرفيشال سنسوري لوس. بوستيريور انت عرفت ضربت الحته اللي ورا يبقى انت هتجيب الديب سنسيشن. شكرا. ده شكل الانتيريور اهي، وده شكل البوستيريور. شكرا. كلام جميل خالص. كلام جميل خالص. في عندك هنا ثيوري اسمها الدينيس 3 كولوم كلاسيفيكيشن للاستابيليتي. عندك anterior column, posterior column and middle column. الanterior column بيبقى ليه stability معينة، الميدل column ليه stability حاجات تانية، البوستيريور column ليه stability تالتة. اللي بيعمل stability للanterior column الanterior longitudinal ligament. طب الميدل posterior longitudinal ligament ما تلخبطش. الميدل column بيعمل له الليجمنت البوستيريور longitudinal ligament ده هو. ده هنا بيبقى البوستيريور longitudinal ligament ده في الميدل column. ده البوستيريور كولن ملوش علاقه بالبوستيريور لونجيتودينال ليجامنت، انما الانتيريور كولن عادي انتيريور لونجيتودينال ليجامنت. طيب نطلع نكملها معلش. انتيريور كولن انتيريور لونجيتودينال ليجامنت، ومعاك حته كمان من الغضروف اللي هي الانيولوس فايبروزس اند الانتيريور هاف بتاع الانيولوس فايبروزس والفيرتيبرال بودي. طيب الميدل البوستيريور هاف بتاع الانيولوس فايبروزس وبرده الفيرتيبرال بودي. طب البوستيريور كولم يهمني فيها اي ليجامنت خلف البوستيريور لونجيتودينال ليجامنت والعظميه ذات نفسها. شكرا. واحد حصل له انستابيليتي، ان الفقره نفسها بقت انستابل، سواء كان بقى الغضروف باظ من مكانه او ما الى ذلك. كلام شحاتين مش عايزك تقرا فيها حاجه، اهم حاجه فيها بس ان بيبقى جاي لك طبعا ببين وضغط على الاعصاب، نيورولوجيكال ديفيسيت. ده هنا ترانسلوكيشن اهو لاحد الفقرات، ده فقرة متحركة اهي، ده المفروض شايف الفقرة، شايف دي فقرة متحركة من مكانها. كلام جميل. تعمل له راديولوجيكال ستادي ايه؟ تعمل اكس راي، تعمل سي تي، تعمل ام ار اي. الاكس راي هتشوف فيها الفيرتبرال بودي وتشوف لو حصل ترانسليشن اتحركت او في انستابيلتي. طيب السي تي، السي تي تشوف هي طبعا هتبقى مور اكيوريت ذان الاكس راي. الام ار اي لو في ليجامنتال انجري، الام ار اي احسن حاجه تشوف الليجامنت. كلام جميل. او لو كورد برضو كومبريشن، لو حاجه ضغط على النيرف ذات نفسه. شكرا. طيب دي بعض الاشكال. دي هنا فراكشر اهو ماشي، ده هنا في كومبريشن، كومبريشن وفراكشر كمان اهي. المنظر ده كلام جميل. ماشي. هنا دي بسميها سبلكسيشن، حاجه اتحركت من مكانها اهي، ده اسمه بيرست فراكشر، فرقعت خالص يعني باينه اهي. ماشي اهي فرقعت، اهي فرقعت باينه. دي طبعا ال1 ليه؟ لان فوقها ده اهي تي 12، فتبقى دي ال1. ادي المنظر، ادي المنظر. كلام جميل خالص. دي كورد اديما، كميه ميه موجوده في الكورد اهي، دي سبلكسيشن. كلام جميل خالص. دي كورد كونتيوجن، مش هتبقى واضحه قوي، فكك منها مش واضحه.
فقره دايسه لورا اسمها ريترو بالجن فيرتيبري. ريترو بالجن فيرتيبري اهم حاجه المانجمنت ده بقى المهم بتاعك. انت واحد جايلك بسباين انجري هتبدا تعمل اي تي ال اس ايرواي بريثنج سيركيليشن، بعد كده تعمل اسيسمنت للانجري الاسوشيتد عن طريق جلاسكو هيد انجري شيستو ابدومين بلفيك اند لونج بون فراكشن، تحفظها كده لازم تتعرف. تعمل نيورولوجيكال اسيسمنت موتور سنسور ريفلكسز سفنكتريك تشوفهم كلهم، تتاكد من الدراجز بتاعته وتبدا تديله ديكسا حاجه فيها يعني كورتيزون زي الميثال بريدنيزولون مهم عشان يقلل الاديمه. بتبدا انترافينوس انترافينوس لودنج دوز، بعد كده انفيوجن. تبدا تديله ارثوزس، ركب له ارثوزس مهمه جدا. في حاجه اسمها سيرفايكال كولر، اعرف لي جاست ان اسمه سيرفايكال كولر مش عايز اكتر من كده. ممكن تركب حاجه على الصدر اسمها سيرفايكو ثوراسيك اورثوزيس، ده بيثبت الصدر والرقبه ما ينفعش تحركه وفي فراكشر، لازم تركب حاجه تثبت جسمه. لو في لامبو ساكرال اورثوزيس في ثوراكو لامبر ساكرال اورثوزيس، ده اللامبو ساكرال اهو ماشي. التراكشن ما تشغلش بالك بيه، التراكشن ما تشغلش بالك بيه. جنرال برنسبل اوف اورثوزيس بقى انت بتعمل ايه بتاعه المانجمنت عامه اورثوزيس، وبتعمل حاجه اسمها فيرتيبرال بلاستي او كيفوزو بلاستي، ده الاستشاري او الاخصائي هو اللي هيعملها. وفي انديكيشن معينه للسيرش امتى تتدخل جراحيا لو في سباينال كورد كومبريشن، ودي اهم حاجه، او في مشاكل نيورولوجيكال او انستابيليتي للبيشن. امتى العمليه احسن حاجه؟ طبعا ايرجنت لو كانت حاجه واضحه قدامك الحق في خلال 24 ساعه او اقل تكون عاملها. انواع العمليات لو في ضغط على نيرف اعمل دي كومبريشن، او لو في كسر او حاجه بتركب انسترومنت. في عندي حاجه اسمها الاودونتويد فراكشر. ايه هو الاودونتويد؟ دي سي 2، عندك تي 1 اللي هي سيرفايكال 1 فيرتبري، سي 2 اللي هي سيرفايكال 2 فيرتبري، طالع منها حاجه اسمها اودونتويد. الاودونتويد فراكشر ده مهم ان انت تبقى عارفه. الاودونتويد فراكشر ليه انواع، تايب 1 تايب 2 تايب 3. تايب 1 حصل افالجن للتب، التب كلها طلعت من مكانها اهي، شكرا اهي دي تايب 1 او حته من التب. تايب 2 استنى عشان مش عارف ايه اللي حصل. تايب 2 طلع بس البتاع ده اهي. تايب 2 حصل اوبليك ترانسفيرس فراكشر، ده الاوبليك اهو. تايب 3 حصل دنس فراكشر مع اكستنشن ل البادي نفسه، يعني الدنس ده اللي هو نفس الاودونتويد هي نفس الاسم يعني، طلع مع حته من البادي. التريتمنت تايب 1 او تايب 2 ده ستيبل، تايب 1 وتايب 3 اسف هو اللي بيبقى ستيبل، بتعمل له سرفايكال امبولايزيشن بس، انما تايب 2 لازم تعمل له فيكسيشن، شكرا مش عايز فيها اكتر من كده. وده شكل الفيكسيشن. في حاجه اسمها الهانج مان فراكشر، الناس اللي بنشنقهم او فراكشر شبه الناس اللي بيتشنقوا، ده بسميه سبوندايلو ليسيريس، ان حته من الاكسس اتحركت. مش عايز فيها تفاصيل كتير. في حاجه اسمها سب اكسيال سيرفايكال سباين فراكشر، مش عايز فيها حاجه مش قلتش بالك بيها. الثوراكو لومبر سباين بص معايا فيه، صلى على رسول الله. في انواع كتير للثوراكو لومبر فراكشر، اعرف لي اساميهم. اكسيال كومبريشن، فليكشن كومبريشن، ديستراكشن. في عندك اكستنشن روتيشن والشير، تعرف لي مين فيهم؟ الشير عباره عن كومبليت ليجامنتس انجري وحصل معاه فراكشر ديسلوكيشن، الليجامنتات اللي بتحافظ على السباينال كورد كلها انجر، فحصل فراكشر في الفيرتبري واتحركت من مكانها ديسلوكيشن. الروتيشن الفاسد بس اللي باظ، يا اما يونيلاترال يا اما بايلاترال، اعرفها لي. طيب تعرف لي مين كمان فيهم؟ الديستراكشن، حصل هايبر فليكشن او روتيشن. هايبر فليكشن للثوراكو لمبر سباين عملت حاجه اسمها الشامس فراكشن. عايزك تعرف الباقي، دول بس اللي عايزك تعرفه. كلام جميل. ايه السيرجري اللي بنعملها؟ يا اما بنركب مسامير بوستيريور بيديكال سكرو او انتيريور او انتيريور لاترال اتروتش من ورا او من قدام، او ريكونستراكشن. كلام شحاتين مش هتدخل في التفاصيل دي لان انت لسه اندر جراديويت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.